السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن 7 Deadly Sins Grand Cross الخطايا السبعة. فيديو اليوم راح نعطيكم خمس كودات. هاي الكودات راح تعطيكم جوائز لا بأس فيها. بقى خلينا نبلش. أول شي طبعا خلينا نعمل الملتي الفري. صحيح امبارح بالليل أنا ونايم تلحقيني اسحب الملتي الرابعة قبل ما انام، قام راح طلعت لي الشخصية زينة الجديدة. هلا ما بعرف اذا راح طورها ولا لا، بس بنشوف. هلا بنشوف اذا طورتها راح العب فيها كم فيديو، فرجيكم كم فيديو عليها قبل ما تجي الفيستيفال. بس خلينا نشوف اليوم الملتي شو راح يطلع لنا فيها، لانه المفروض فيها واحدة اس اس ار، ونفسي نفسي تتحول لشاشة عريضة. ما بعرف شو عم يصير عندي لما اجرب من الموبايل او من الاميليتر، ما عم اعرف شلون احولها لشاشة عريضة. هاي جارانتيد اس اس ار المفروض، هاي الخامسة افزت معناها فيها اس اس ار. هاي راح يكون اول وحدة كمان، يا اول وحدة يا الثانية. اول وحدة الين يلا اطلعي قد ما بدك هلا مشان ما تطلعي كثير بالبانر الجاي. اوكي هلا بقى الكودات راح احطهم بالوصف طبعا اللي بده يعرفون. بس هلا الطريقه طبعا على البي سي فيرجن، البي سي فيرجن ما فيك تطلعها، يعني لازم يا اميوليتر يا عن طريق الموبايل. شو بتعمل؟ بتفوت على المنيو، بعدين ام اي مسك، بعدين كوبونز، بيوديك على صفحة اللي هي هي، يا بيقول لك اختار مليوداس يا اسكانور. بنعمل هيك، بنختار اسكانور. هلا هون بنحط أول واحد، أول كود. طبعا بيتشكر باسل صديقي وبيتشكر فينوم إنهم اللي أعطوني الكودات هاي. شايفين أول كود اللي هو جارانتيد اس اس ار تيكت. نفوت مرة ثانية، نكبس هون، نرجع، فينا نرجع ولا ما فينا نرجع؟ أيوة مرة ثانية، الثانية، خلينا نشوف الثانية شو راح تعطينا. 7D SLE MELL، ثلاثة SSR بيدنس، ممتاز ممتاز. هي المفروض راح يعطونا فيها اللي بعدها مليون كوين، اللي هي 7 Deadly Sins جي او دبليو ان اي دي، راح يعطونا فيها مليون جولد. اللي بعدها راح يعطونا فيها 5 اويكنينج ماتيريال، هو سوبر اويكنينج، اللي هي 7 دي اس ام اي جي اي ال ليكا. واخر وحده راح يعطونا 10 ستامينا بوشن اللي هي 7 دي اس، كلهم اسكانور، 7 دي اس ام او ان دي اي، اعطونا فيها 10 من هي. هلا بنرجع على اللعبه، بنفوت على الميل، شايفين كل هي الجوائز اعطونا اياها حاليا. بقى نصيحه مني، خذوا الكودات لانه الكودات جميله، مليون، 3 اس اس ار بيدنس، 1 اس اس ار تيكت، كثير كثير جميلين، يعني كل الجوائز لا باس فيها وحلوه وبتساعدك مشان انت تتطور باللعبة. فبس هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، اجتكم استمتعتوا فيه، استمتعت فيه لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، تشوفوا عم بخلص شيء جميل، نشوفكم على خير فيديوهات تانية، مع السلامة.